مرحبا فيك هبة ويوسف. أنا لازلت متواجد طبعا في مشعر ميناء، الآن في الطريق المؤدي إلى الحرم المكي الشريف، تقريبا 2 كيلو من المكان اللي أنا أقف فيه. لازال الحجاج يتوافدون إلى الحرم المكي، ومن هم من انتهى من الطواف والعودة إلى ميناء. الحقيقة وأنا ماشي في الطريق هذا لقيت شخص يوزع الماء البارد على الحجاج، فلما قربت منه لقيته يتكلم عدة لغات، يعني كل حاجة يجيله باللغة اللي هو من البلد الآتي منها. فلما جيت تكلمت معاه لقيته يتكلم اللغة العربية. ودي أعرفكم قصة هذا الشخص، يعني في البداية نور تفضل معي. نور كل عام وانت بخير في البداية. كل سنة طيب، حجاج بيت الله الحرام طيبين إن شاء الله، عيدهم مبارك إن شاء الله. نور أنت كم لغة تتحدث؟ أتحدث اللغة يعني عدة لغات، منها 5 لغات أجيدها الحمد لله على تعاملي مع الحجاج: الأردو، منها النيجيري، منها التركي، منها الإندونيسي. طيب نور أنت من وين؟ أنا طبعا من مكة المكرمة، عايش هنا حوالي 52 عاما. طيب كيف تعلمت هذه اللغة؟ يعني دخلت معهد أكاديمي درست هذه اللغة؟ لا والله طبعا الحمد لله والشكر لله إني تعاملت مع الحجاج روحانية، تعاملهم يعني إذا ضاعوا أوصلهم إلى ديارهم إلى مخيمات، حسن التعامل الروحانية اللي أنا عشت فيها. فيما يخص اللغات أنت درست؟ طبعا تعاملي مع الحجاج كهذه عبادة من عبادة الله سبحانه وتعالى. كم سنة؟ حوالي 25 عاما. اللغات هذه تجيدها تفصيلا؟ والله منها يعني الأردو زي ما يقول واحد كيف حالك يا هلي تيجي، منها اللغة التركية يقول لك نايسنسون إيسي اللي هو كيف حالك طيب، باللغة الإندونيسية أبا خبر خبر بايك، باللغة النيجيرية نقول نحن يعني اللي هو النيجيرية نقول سنو لا فيها ناكاجية. طيب عشان المشاهد ياخذ فكره اكثر، انت تقصد انك تعلمت لغه الحجاج اللي هي اللغات الاساسيه، يعني حاج لو جاك مثلا يبي يروح مكان معين تدله؟ ادله على الجهه اللي يبغاها، طبعا نقول له باللغه الاردويه اين تتجه، يسالني عن الحرم اقول له روح سيده، او باللغه لغه الاردو سيده جاو ادر جاو ادراو او المخيم. طيب انا جذبني فيك كنت توزع المويه على الحجاج في الطريق، هذا الشيء انت تعمله وتاخذ، يعني هل انت تعمل مع احد؟ هل هو مجرد صدقه جاريه؟ لا والله هي من اعمال الخيريه اللي انا اعتز فيها شرفا لي بخدمه الحجيج، ومن هنا المنطلق انا كل ما يسالني احد هذه حياتي صراحه اعيشها دائما وابدا، حتى احلم بها طول يعني الوقت اللي انا عايش فيها خاصه مع الحجاج بيت الله الحرام. لو قلت لي قول عيد سعيد بعده لغات ايش ممكن؟ يعني منها الاردو عيد مبارك، منها طبعا باللغه جميع اللغات اللي جيدها طبعا ما يخيمني الظن الحين، لكن سبحان الله الحجاج هو شرف اني اعتز فيه اني اخدمهم دائما وابدا. كلمه اخيره توجهها؟ اتقبل من الحجاج حجهم ويوصلهم سالمين غانمين الى ديارهم انه جواد كريم. شكرا لك يا نور. يعني زي ما سمعت اخوي يوسف وهبه، يعني الرجل هذا يتحدث 5 لغات وما قد دخل اي معهد او درس في اي مكان، هو مجرد حياته مع الحجاج، يعني الحياه هنا مختلفه. الان احنا في اجواء العيد، ايضا فرحه العيد في المشاعر مختلفه. اهالي مكه يخدمون هؤلاء الحجاج لتسهيل مهامهم، لتنقلاتهم، لارشاداتهم. يا رب بس انا بسالك يعني فعلا